دعاء اليوم السابع عشر من شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واقض لي فيه الحوائج والآمال. يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالما بما في صدور العالمين، صل على محمد وآله الطاهرين. لا تنسوا الإعجاب بصفحتي والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، طريقك نحو المعرفة.